إسرائيل بدأت بتحريك جيشها بشكل مكثف من أجل الإعداد لساعة الصفر من أجل اقتحام جنوب لبنان. التفاصيل كلها قد نشرت في الساعات وفي الأيام القليلة الماضية من قبل العديد من الأوساط العبرية مثل إسرائيل ريدار والقناة 13، وحتى يدعوت أحرنوت. وإسرائيل هنا تستعد لحقيقة بأنها بمجرد ما تبدأ باقتحام جنوب لبنان ومواجهة حزب الله اللبناني، فإن حزب الله اللبناني بطبيعة الحال سيقوم باستخدام ترسانته الصاروخية الهائلة من أجل إيذاء وتدمير العديد من النقاط المهمة في العمق الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس إسرائيل بدأت تعمل ليلا ونهارا من أجل بناء الملاجئ تحت الأرض في مساحات مفتوحة وآمنة، مثل بناء الملاجئ على سبيل المثال تحت الأرض في مواقف السيارات. كذلك أن الجيش الإسرائيلي قام بشراء 80,000 طرد من المواد الغذائية مع رفع حالة التأهب والاستعدادات في المستشفيات الموجودة في الشمال الإسرائيلي. وكذلك إسرائيل قامت بنشر العديد من القوات الإضافية أيضا في الشمال الإسرائيلي، وأيضا قاموا بعملية تدريبات ومناورات للعديد من السيناريوهات التي سيواجهونها ضد حزب الله اللبناني. وفي نفس الوقت أيضا قاموا الأسبوع الماضي بتدريبات ومناورات ومحاكات في حقيقة الأمر لتنفيذ عمليات لتطبيق خطوط الإمداد على العمق في جنوب لبنان، وهذا من أجل إمداد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني بالأسلحة، بالذخائر، بالمياه، بالطاقة، بالوقود، بكل شيء يحتاجه الجيش الإسرائيلي في عمق جنوب لبنان، وذلك من أجل إدامة المعركة بشكل دقيق ضد هذا الحزب. بالإضافة إلى ذلك أيضا تم تعيين موشي تامر. هذا الرجل هو يعتبر العميد الإسرائيلي الذي كان قد وضع الخطة بالكامل لاقتحام قطاع غزة، هو الرجل الذي وضع هذه الخطة بالكامل والتي نفذت ولا زالت تنفذ. تم تعيينه الآن من أجل القيام بوضع الخطة لكيفية اقتحام الشمال الإسرائيلي لاقتحام الجنوب اللبناني، وهو خبير بهذه المنطقة تماما. وقد شهدنا الأسبوع الماضي أن حزب الله اللبناني تحدث بأن إسرائيل قامت بعمليات اقتحام بسيطة أو توغل بسيطة في عمق جنوب لبنان. حزب الله هو الذي تحدث عن هذه المسألة بقوتين إسرائيلية، وهي من قوات الاستطلاع لكشف طبيعة الدفاعات الخاصة بحزب الله في الجنوب اللبناني، وهذه نفس الطريقة التي اتبعت أساسا في قطاع غزة للخطة الذي وضعها طبعا موشي تامر. وهذه توضح أن هنالك تحضيرات كبيرة لعملية الاقتحام هنا على المستوى المالي، على مستوى التوزيع والانتشار، وكذلك على مستوى البنى التحتية وما هو قادم من ردة فعل من حزب الله. وفي نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن هنالك استخداما للمدفعية الإسرائيلية بشكل كبير على النقاط الحدودية الخاصة بحزب الله اللبناني. وعلى سبيل المثال اليوم كانت هنالك استهدافات بالمدفعية لمنطقة يارون وعدد من النقاط الأخرى. كذلك أن الضربات الجوية الإسرائيلية أيضا تزداد شيئا فشيئا مع الوقت على مواقع حزب الله. واليوم إسرائيل تحدثت في بيان حول طبيعة الأضرار التي حققتها أو الضربات التي حققتها في داخل جنوب لبنان، أكدوا بأنهم دمروا ما يقارب 4,000 مقر لحزب الله اللبناني، وبأنهم قتلوا أكثر من 300 عنصر من عناصر حزب الله وقوات الرضوان والقيادات الخاصة بهم. وبالتالي هم يعدون المنطقة كما هو واضح على المستوى العسكري للقيام باقتحام قادم. وهذه الضربات على سبيل المثال إذا ما أردنا أن نلقي نظرة عليها فسنرى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم كانت قد نشرت هذه اللقطات التي توضح بعض المقرات التي استهدفتها إسرائيل. تلاحظ بأن دمارا كبيرا تتعرض له ويتعرض له جنوب لبنان، عيت الشعب، وكذلك عدد من النقاط والمدن الحدودية المهمة التي تركز إسرائيل من أجل الوصول لها. ولكن أيضا حزب الله اللبناني قام باستهداف 70 صاروخا على الشمال الإسرائيلي في نفس الوقت. وكذلك أن حزب الله اليوم قام بمهاجمة أيضا مرتفعات الجولان، فصافرات الإنذار كانت قد دوت مرتفعات الجولان كما تلاحظون هنا
من المصادر الإسرائيلية كل هذه النقاط قد ظهرت فيها ودوت فيها صافرات الإنذار. وحزب الله اللبناني كان قد نشر بيانا فعلا أكدوا بأنهم قاموا بمهاجمة مرتفعات الجولان بالطائرات المسيرة، وهذه المنطقة التي استهدفت هي تعتبر أحدى أهم الثكنات العسكرية الإسرائيلية المرتبطة بالقيادة الشمالية لإسرائيل، وهي تأتي هنا في هذه المنطقة التي ترونها، وهذه هي ثكنة كيلع، هي التي كانت قد استهدفت من قبل حزب الله اليوم، وكذلك هذا هو معسكر كيلع أيضا الذي كان نقطة لعملية الاستهداف من قبل حزب الله اللبناني. وهذه نقاط عسكرية مهمة، هنا مقرات للقيادة للمنظومات الدفاعية الجوية والصاروخية أيضا، تلاحظ التواجد العسكري واضح للجيش الإسرائيلي، وهؤلاء يرتبطون بالقوات الشمالية كما تحدثنا للقوات الإسرائيلية. وبالتالي الذي جرى هنا أن حزب الله اللبناني كما تحدث أكدوا بأنهم قاموا باستخدام 4 طائرات مسيرة مفخخة في عملية استهداف هذه المنطقة التي أشرنا لها. إسرائيل قالت بأن كل الأمر كان عبارة عن 2 طائرة مسيرة وهي سقطت في مساحة مفتوحة، ولكن بشكل عام أن يذهب حزب الله إلى هذه المنطقة وأن يقوم بتحقيق مثل هذه الاستهدافات في ضرب المنظومات الدفاعية الجوية أو مقار القيادة المرتبطة بمثل هذه القوى، هي تفتح الباب للنظر إلى ما هو قادم من سوريا، خاصة وأن إيران مؤخرا أعلنت بأنها علقت جميع رحلاتها إلى سوريا بسبب ظروف خاصة، وهذا يوضح أن هنالك دورا قادما على ما يبدو من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والأهم من هذه الفصائل هو لواء الإمام الحسين الذي يعتبر النسخة السورية من حزب الله اللبناني، بأن هنالك إعداد لدور ما، بأن حزب الله عندما يستهدف مرتفعات الجولان هذا يوضح بأن لو فكرت إسرائيل على سبيل المثال من اقتحام الجنوب اللبناني بهذا الشكل، فإن هنالك استهدافات من شأنها أن تشتت الجبهات، وبأن الجبهات لن تكون فقط في لبنان لا أبدا، بل أن هنالك استهدافات أيضا تظهر بشكل مكثف على مرتفعات الجولان من حزب الله، وكذلك أيضا من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، مما يضع أيضا مرتفعات الجولان تحت النار وتحت الخطر، وبالتالي إسرائيل ستكون مضطرة للتعامل ليس فقط مع لبنان وإنما أيضا بتعزيز تواجدها هنا في مرتفعات الجولان، وبالتالي تشتيت الجبهات هو أمر قد لا تريد إسرائيل رؤيته طبعا بكل تأكيد. وكذلك أيضا في نفس الوقت فإن هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا ممكن أن تستغل مثل هذه الاستهدافات، ممكن أن يكون هنالك تعاونا كبيرا بمثل هذه الاستهدافات، ومن خلاله طبعا يكون هنالك إطلاقا للطائرات المسيرة مباشرة على حيفا مستهدفة ميناء حيفا بالدرجة الأساس، مع مثل هذه الضربات تتسلل بعض الطائرات المسيرة إلى هذه المنطقة، مع إمكانية أن حزب الله بنفسه أيضا أن يقوم باستهدافات مشتركة ومنسقة مع هذه الفصائل في سوريا لكي يقوموا باستهداف ميناء حيفا، وهذا ويعتبر الميناء الأهم على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل بعد كل الاستهدافات التي جاءت من قبل جماعة الحوثي على المياه الإقليمية في البحر الأحمر وفي خليج عدن، جعلت ميناء إيلات تقريبا ميناء للأشباح، ليست هنالك حركة في تلك المنطقة، وميناء حيفا هو الميناء الوحيد الذي يستطيع من استيعاب كميات كبيرة من الشحنات مقارنة بأي ميناء مطل على البحر المتوسط، وبالتالي أي استهدافات بهذا الشكل ومن هذا النوع سيعني كارثة بالنسبة للعمق الإسرائيلي. وصدق أو لا تصدق أن إسرائيل بدأت تعمل على هذا السيناريو، أن تواجه فعلا حربا واسعة في هذه المنطقة وأن تغلق جميع الموانئ، وبدأت تعمل على ميناء جديد لن يكون في إسرائيل لا أبدا. إسرائيل هيوم اليوم هي التي تحدثت عن هذه المسألة ونقلتها أيضا The Cradle بأنهم يفكرون ببناء وبدأوا بالعمل في حقيقة الأمر في بناء ميناء في قبرص هنا في لارانكا تحديدا. إسرائيل تحاول وتعمل على هذه المسألة بأنهم يريدون بناء ميناء خلال 60 يوما فقط، خلال الشهرين القادمين يجب أن ينتهي هذا الميناء، وذلك بسبب أن ميناء حيفا هو تحت النار مع كل الظروف التي ذكرناها، وبالتالي يبقون على ظروفهم نوعا ما
طبيعية قابلة للتحمل، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير حاضرة في مساندة إسرائيل بالشكل الكبير والمطلوب مع كل الخلافات التي نراها، تستطيع إسرائيل تحمل الضغط القادم من حزب الله ومن الفصائل المسلحة المقربة من إيران بمثل هذه الموانئ الجديدة وهذا التحول الكبير في قبرص، أمر بدأت تتحدث عنه إسرائيل بكل تأكيد. ولكن مع الضغط الكبير الذي تتعرض له إسرائيل وهذه الجبهات الجديدة التي نتحدث عنها، إيران تستغل الموقف تماما. كيف هذا يا ترى؟ أيضا إسرائيل مرة أخرى ويدعوت أحرنوت ومسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن معلومات استخبارية خطيرة بأن إيران بدأت بعملية تجميع كل المكونات المطلوبة لتجميع رأس حربي نووي خاص بها دون أن تقوم بأي رفع لتخصيب اليورانيوم على سبيل المثال في منشأتي ناتانز أو فوردو، لأن هذه المنشآت مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراقبة من CIA والموساد الإسرائيلي، وممكن أي رفع لتخصيب اليورانيوم ممكن يعرضها للهجوم. وبالتالي هنا يدعوت أحرنوت تتحدث أن إيران تريد أن تفاجئ العالم بالقنبلة النووية دون أن تحرك أي من هذه المنشآت أو تسرع من تخصيب اليورانيوم أو أن ترفع من تخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. ممكن أن تتحصل على مثل هذه المكونات من دولة عظمى مثل روسيا التي ساعدتها إيران كثيرا في حربها في أوكرانيا لإرسال الكثير من الطائرات المسيرة لها، بل إنها مؤخرا قامت بإرسال 400 صاروخ باليستي تسلمتها موسكو. وننتظر حتى هذه اللحظة ما إذا كانت روسيا ستبدأ باستخدام هذه الصواريخ في الداخل الأوكراني. هذه المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز بشكل حصري أكدها وزير الدفاع البريطاني جراند شابس بنفسه، وأكد وصول هذه الصواريخ الإيرانية فعلا إلى روسيا لتستخدم في أوكرانيا. وإيران هنا واضح جدا بأنها تعد نفسها لسيناريو وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. هي ترى تماما بأن استطلاعات الرأي كلها تصب بمصلحة دونالد ترامب. متوسط استطلاعات الرأي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية توضح أن دونالد ترامب بشكل عام متقدم بنسبة 41.1% مقابل جو بايدن ب 38.4%. وصول دونالد ترامب يعني مشكلة وكارثة على الجانب الإيراني، يعني ضغط كبير للغاية، ويعني بالأحرى عدم الوصول إلى أي اتفاق نووي بالطريقة التي تريدها إيران ولكن بالطريقة التي يريدها دونالد ترامب. وبالتالي إيران تعلمت كثيرا من الفترة التي مرت بها مع دونالد ترامب، وعلى هذا الأساس هي تريد الاستعداد نوويا لمثل لهذا السيناريو. في حالة وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ يضغط على إيران، إيران ممكن بسرعة أن تفاجئه بأول قنبلة نووية مع مخزون اليورانيوم الذي تمتلكه والقدرات النووية، مع مشاركة روسيا، وكذلك مع إمكانية أن يكون هنالك عزلا طبعا قطبيا، أن يكون هنالك نظام القطبين في العالم مع بدء الحرب الأوكرانية، أن يكون هنالك كذلك وضعا مصرفيا جديدا في العالم. هو أمر تبحث عنه إيران للوصول إليه من أجل أن تكون مستعدة لأي سيناريو صعب كما تحدثنا. وبالتالي هي تستغل كل الضغط الذي يأتي على إسرائيل التي تعاني من حزب الله اللبناني، من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا، وبشكل أكبر من الفصائل الفلسطينية بقيادة طبعا حركة حماس، وأيضا مما هو قادم من جماعة الحوثي من هجمات على المياه الإقليمية جعلت وضع ميناء إيلات تحت المطرقة، وبنيامين نتنياهو قد لا يكون أمام خيارات كثيرة إذا ما وصلت إيران للقنبلة النووية في ظل كل هذه الظروف التي نتحدث عنها. بالتأكيد هي ظروف خطيرة للغاية وصعبة للغاية، والكل ينتظر ويرى ما الذي ممكن أن يحدث من قبل الجانب الخاص بلبنان ومن حزب الله اللبناني، وهل فعلا أن إسرائيل ستذهب إلى الحرب في جنوب لبنان؟